في ناس، في حد بعت لي سؤال بعده مرتين، يعني اسمه ايه؟ تعاطي المؤثرات على الوعي للوصول للرقي الروحي. ده ايه ده؟ اللي هو في مواد كده مهلوسة اسمها سايكيديليكس، دلوقتي بقت بياخدوها عشان توصل لمستوى روحي معين. بقت تستخدم في كندا. انا كنت مقدم ان انا ايدي محتاجه سبيشال لايسنس في كندا عشان تستخدمها. المهم، في دي مواد مهلوسه اسمها سايكيديليك، انت اشهرهم سايلوسايبين. لما بتاخدها بيقولوا ان انت بتحس بالتجربه الروحيه. ايه يعني بيحس؟ يا نهار اسود، يعني يقول لك بقابل ربنا. يا نهار اسود، ازاي يعني؟ يعني تاخد دواء كده تقابل ربنا؟ ده ما حلو، يا ريت كلنا ناخده. يعني هو انت بتاخده والناس بتحس انها بتتوحد مع كل حاجه حواليها، يعني تحس ان انت والشجره والجبل وكل حاجه انت وهم حاجه واحده. وده احساس حلو، يعني بيحسوا ان هم مبسوطين بالاحساس ده. طب وانتوا بتستخدموه في الطب؟ حاليا بيستخدم في الطب. بتستخدموه لمين؟ احنا بنستخدمه حاليا، هو ابروفد للناس اللي هي تيرمينال اي ال، يعني الناس مثلا بتعاني من سرطان انتشر في الجسم وهيموت، خلاص عارفين هيموت كمان 6 شهور، كمان سنه، كمان 3 شهور، وبيبقى خايف من الموت قوي. فاحنا عشان نقلل الخوف من الموت فبنديهم المواد دي، فبيروح في التجربه الروحيه او الحياه دي او التجربه الاحساس ده، فيحس ان هو ان هو بيتوحد مع كل حاجه حواليه. طب وبعدين وده هيخفف الالم النفسي او المرض ازاي يعني؟ ما هو يحس ان هو لو مات واختفى ان هو ما زال مستمر في الكون، ما هو بقى هو والكون او هو وخالق الكون بقى حاجه واحده، فبقاش خايف، يبقى حاسس ان الايجو بتاعه ده او الذات الانسانيه دي او النفس الانسانيه دي هتستمر باتحادها مع الكون كله. فده الهدف من العلاج او استخدام الطريقه دي. طبعا المواد دي حاليا بتدرس لعلاج القلق والاكتئاب، وفي ناس بقت تستخدمها في الحاجات دي، بس مش مصرح بيها طبيا ان انا اكتبها. الطريقه الوحيده اللي الدكاتره في كندا، معرفش في امريكا الوضع ايه، في كندا ان انا اقدر اكتبها هو للمرضى اللي بيعانوا من امراض يعني مميته او ملهاش حل يعني طبيا. طيب، في هو اللي بيسأل بقى، سيبنا من المرض وسيبنا من الأمراض وسيبنا من الناس اللي عندهم سرطان ربنا يشفيهم، ايه رأيك انت بقى في موضوع ان انا اخدها استخدمها واعيش التجربة الروحية دي؟ انا شايف ان تجربة المواد دي مرة واحدة، لان هي دي مواد ادمانية اصلا، ممكن تسبب الادمان، يعني مواد ادكتيف، لان انت ممكن بقى تقعد تهلوس كده، تقعد تستخدم فيها وتهلوس طول النهار والليل وتسيب شغلك بقى وتسيب عيالك وتسيب بيتك وبتاع، طبعا ده غلط. انما استخدامها ممكن مرة واحدة ان انت بس تطلع بره ذاتك، وان انت تبقى عارف ان مش انت، يعني مش انت البداية والنهاية، انت الكون والعالم ده اكبر منك، وان انت يعني نقطة في بحر او نقطة مية في نهر. الاحساس ده انا شايف الانسان ان هو ده حتى اراء الدكاترة زمايلي اللي جربوها، انا شايف ان الاحساس ده ممكن يبقى فيه مفيد لتجربة واحدة، ان انت بس تحس ان انا ايه ده، ان انا بعد الموت او بعد انتهاء النفس الانسانية اللي نفسها تكمل دي، لان انت احنا اصلا زي البكتيريا او زي الحيوانات، انت بتحاول بتعمل تدور على البقاء باقوى درجاته وتحاول تستمر في الحياة، بس احنا عارفين ان في بداية ونهاية. فانت لما بتستخدم الحاجات دي هتحس الاحساس ده، ان انا يعني ان انا البدايه والنهايه مش انا بس، ده الكون كله مستمر، وان انا ممكن اتوحد معاه. فتجربتها مره انا مش ضدها. انا على المستوى الشخصي كنت يعني هنا في كندا لما بتحاول تاخد اللايسنس دي لازم تعمل تدريب، وجزء من التدريب ان انت بتجرب الماده دي على نفسك، يعني معظم المدارس اللي بتدرب عليها ان انت بتجربها. انا كان نفسي، بس مشكله عندي مشاكل صحيه، باخد ادويه ضغط وحاجات، خفت تاخد الحاجات دي تتضارب مع الادويه، مخي يضرب، ما يعني اروح اتوحد وما ارجعش تاني، تبقى مشكله. فقلقت، ف يعني ما
ما قدمتش على الرخصة ان انا يعني، هو الطبيب هنا حاليا اللي يقدم على الرخصة دي لازم هو هيمر بالتدريبات دي، وجزء من التدريب كل الدكاترة زمايلي يعني اللي عملوا التدريب ده بيقول لي بص مش هتفهم ازاي تستخدم المادة دي غير اما تجربها. فانا قلت لا خلاص يا جماعة خليها على جنب دلوقتي، خليني هنا مش عاوز اتوحد مع اي حد حاليا، وقدام ان شاء الله يمكن صحتي تتحسن ابقى اتوحد بسهولة يعني. بس ده رأيي فيها. فتاني بس انا اخاف برضو، بص اخاف انها تريجر يعني. ما انت انا ما اعرفش انت عايش فين، اللي بيتكلم ده عايش فين وهيجيب المواد دي منين يعني. انا شايف اصبر شويه، هي هتنزل اصلا كعلاج دوائي قريب جدا لان الدراسات عليها كبيره جدا وناجحه جدا، فهي هتنزل. هو اللي بعت السؤال ده انا اظن ان هو عايش في امريكا او كندا او كده، فهي الحاجات دي هتنزل كعلاج دوائي. اما تنزل بقى يعني يبقى جربها، لانها لما تبقى اندر سوبرفيجن هتبقى احسن من طبيب او حد فاهم في الحاجات دي، تبقى احسن ما تروح تضرب حاجه من دراج ديلر ولا من حد ويبقى حاطط لك فيها فنتانيل ولا مواد مخدره تضيع فيها يعني. يعني تجنب الطريق ده دلوقتي لغايه هو طبيا اصلا قريب جدا هيبقى ابروفد. شكرا.